إذن مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي أخبار الفجر المغربية الفجر سبورت. هذا لقاء كما قلت لقاء القمة بين فريق الكوكب المراكشي وفريق صقر أكادير في إطار مباراية القسم الأول. اليسرى تغير للوجهة، ترجع دائما البحث عن حساب شنو غادي يفعل، البحث عن التوغل دائما الكوكبية للكرة الفائدة لفريق الكوكب المراكشي. حارس صقر أكادير، هدف رفيع، جول رفيع، جول لفائدة الصقر الأكاديري من المرمى للمرمى، هدف ولا أروع في هذه الأمسية الرمضانية هنا بالقاعة ديال الزرقتوني بمدينة مراكش. الحارس ديال الصقر الأكاديري يسقر هذه الكرة ويوضعها مباشرة في الشباك الكوكبية، تغير النتيجة وتغير السكور واحد مقابل شيء لفائدة فريق الصقر الأكادير الفريق الضيف في المباراة ديال اليوم. إذا سموها أنتم ما شئتم متابعينا الكرام، قلت أن هي مباراة القمة بين فريق الكوكب المراكشي وفريق الصقر الأكاديري اللي افتتح الحصة في هذه اللحظة من قدم حارس المرمى للكرة اللي كانت كما قلت لا تصد ولا ترد من مرمى المرمى. مباشرة للكوكب لكن بسرعة ترجع للصقر الأكاديري. خروج انتحاري شاوي، خروج انتحاري لحارس مرمى فريق الكوكب مراكشي. كل اللاعبين ديال الكوكب مشاو وبقى حارس مرمى الفريق ديال الكوكب مصر. الكره دائما للصقر اكادير تمشي من الجهه اليمنى. البوطو العريضه ترد هذه الكره وتخلي السكور 1-0 للصقر وما يخليوش لهم المساحات في انهم يلعبوا الكره. خطيره هذه الكره اللي بعدها الصقر الاكادير من قدم الكابيتانو، لكن الكره دائما الكابيتانو انس دحاني ينسل انس دحاني. دحاني هدف لا يضيع، دحاني يضيع هدف لا يضيع لاعب المنتخب الوطني الشبان. لا الكرة من جهة اليسرى المساحي أمزال تمشي للكابتن. أو لا 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 الهدف الثاني ديال فريق الصقر الأكاديري، الهدف الثاني ديال الصقر الأكاديري في هذه الأثناء. متابعينا الكرام 5 دقائق هو الوقت الفاصل والفيصل عن نهاية الجولة الأولى، والهدف الثاني من ايوب العضاد لاعب فريق الصقر الاكاديري. 2-0 في المباراه. لا 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 اسماعيل امزال، اسماعيل امزال يسجل الهدف الثالث لفريق الصقر الاكاديري. اسماعيل امزال يحتفل على طريقه اللاعبين الكبار، عناقاته يتوجه للفيصل المدرب ديال فريق الصقر الاكاديري. من الصقر الاكاديري على بعد 3 دقائق من لا 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 الكره كانت خطيره لفريق الصقر الاكاديري، لكن القائم رد كل شيء وترك المناصب في مناصبها وترك السكور في 3-0 في جانب الكره. اذا الكره دائما للكوكب المراكشي. الهدف. ابراهيم العتيقي، ابراهيم العتيقي يعود من بعيد بعد ما كانوا لاعبين ديال الصقر الاكاديري واقفين في الشباك ديالهم، لكن الكره تزوجت لاعبي الصقر الاكاديري وتغيرت النتيجه في الطابلو، اصبحت 3-1 لفائده الصقر الاكاديري. فرحه البونتوش ديال كاريمو يوسف مدرب فريق الكوكب المراكشي. الكره تعود مباشره واصل اللاعب، ليس هناك اي شيء. الكره اللوسات الكوكب يؤدي الثمن على اللعبه ديال اللاعب الطائر اللي قلت انه اللاعب رقم 10 اسماعيل امزال يسجل الهدف الرابع لفريق الصقر الاكاديري، تغير النتيجه 4-1 على مستوى السبوره الالكترونيه. الاسفه متقدم ب 4-1 على فريق الكوكب المراكشي. اذا قلت انه اللعبه او التمرين ديال اللاعب الطائر كما عنده ايجابيات له سلبيات، من بينها انه يغادر 1-1 لفائده فريق الصقر الاكاديري كما قلت. سجل يوسف لا 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 لا
ياسين اوغاريز رفقة يوسف كريمو يكدوا الدات ويسجلوا الهدف الثاني 4-2. كما قلت كل شيء وارد في كرة القدم على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة. كريمو في ثنائية جميلة مع اوغاريز يعودوا من إذا فهد أثناء. متابعينا الكرام تنتهي المباراة بأربعة مقابل 2 لفائدة فريق الصقر الأكاديري. كان معكم في التعليق على المباراة حمزة الولد من بعثة الفجر سبور وبمرافق. أولا كنشكروا قناة الفجر المواكبة ديالها كنشكروا السي حمزة تاع الوجهة ديالها كيدير في مدينة مراكش. المقابلة ديال اليوم هي أول مقابلة في مرحلة الإياب كنلعبوا مع فريق الصقر الأكاديري في المرتبة الثانية. دونك الماتش كان متكافئ يعني الفرق اللي كان بيننا وبينه هما استغلوا بعض الهفوات ديالنا حنايا ضيعنا ما استغليناش الهفوات. دونك جاونا دي زوكازيون في الاخر الماتش باور بلاي على الاقل كنا في التعادل واخا عطينا دي زوكازيون كانت شبكه خاويه مرتو فيها وحده وغير وحده ولكن حنايا ضيعنا ثلاثه اللي ما كيضيعوش. دونك بهذه المناسبه كنشكروا السي رضوان الحانيش على المؤثره ديالو في الجزء اللاعبين وتعاونهم معاهم وكنتمناو ان شاء الله المقابله الجايه باقي لنا 10 مقابلات كنتمناو ان شاء الله نحققوا اليوم نقاط اللي تمكننا من البقاء في كاس العالم. وقبل كل شيء كنشكروا قناه الفجر الرياضيه على المجهود الكبير اللي كتبذلوا كنشكروا لها الشكر ديالها وتمنوا واش نبروك رمضان مبارك كريم جميع فريق جميع اسره الفوتسال في المغرب بما فيها قناه الفجر لان كنعتبركم دابا اسره معنا في الفوتسال. ثانيا بالنسبه للنظره التقنيه التكتيكيه على المقابله حنا كنا عارفين انه غادي يكون عندنا مشكل في المستوى البدني لان الحلول صعيبه باش ديبلاصا وتجي لافي ديال الماتش. دونك قررنا باش نجيو في نفس اليوم ونعاودوا نرجعوا للنظر لان المسافه قليله. دونك كان عندنا مشكل بدني اللي استغلوا فريق الكوكب في اواخر المقابله ضغط علينا بشكل قوي وخصوصا انه لعب بخطه في باور بلاير اللي كيتقنها المدرب سي يوسف كريمو ولكن رغم ذلك سجلوا منها هدف واحد فقط. احنا ضيعنا فيها ثلاثه الفرص. قبل من هذا الشيء المقابله كانت تكتيكيا كنظن انها متوازنه لان تقريبا نفس طريقه اللعب. احنا عندنا عناصر سرعه وعندنا تلعبوا بزاف على يا اما 3-1 ولا 4-0 وهما كذلك يا اما 3-1 ولا 4-0. دونك كانت مقابله فيها نديه كثيره فيها واحد المنافسه تكتيكيه اللي كانت باينه على رقعه الميدان وعاد كانت منافسه بدنيه وتقنيه بين اللاعبين. تنظن ان اللاعبين ديالي اليوم باينوا على مؤهلات مزيانه ومما التالية انني حتى الفريق ديالنا اننا نسجلوا 4 اهداف والحمد لله. تنشكر اللاعبين على المستوى.